قالت شركة مايكروسوفت إنها ستغلق بشكل دائم جميع متاجرها لمبيعات التجزئة في جميع أنحاء العالم، وعوضا عن ذلك ستركز على مبيعاتها عبر متجرها الرقمي، حيث يمكن للعملاء الحصول على المنتجات والدعم والتدريب. ويأتي الإعلان عن إغلاق المتاجر في وقت أشارت فيه التقديرات إلى أن نحو 25 ألفا من تجار التجزئة في الولايات المتحدة سيغلقون أعمالهم في 2020 بسبب الأزمات المالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد.